يعني انه الانسان لما ياكل ويشرب الجسم ياخذ الحاجه من الطعام والشراب ويطرح الباقي خارج الجسم عن طريق جهاز الطاح. انا لما ادخل في اليمين الا باليسار، اذا اول ادب من اداب قضاء الحاجه ندخل بالرجل اليسار. طيب انا لما ادخل شو بحكي شو بقول؟ أعوذ بالله من الخبث والخبائث. الأدب الثاني التعوذ. التعوذ شو معنى التعوذ أو الاستعاذة؟ شو معناها؟ أعوذ بالله من الخبث والخبائث. أعوذ بالله من الخبث والخبائث. طيب أنا عندما أريد أن أقضي حاجة، هل من السنة أن أقضي حاجة على الواقف أم وأنا جالس؟ إذا قضاء الحاجة جالس وأنا جالس. إذا قضاء الحاجة وأنا جالس، الجلوس تمام؟ لأنه يا ابني سؤال، أنا لو سألت سؤال ليش نحن ما نقضي حاجة للتوافي؟ عشان ما ننجز حالنا. ممتاز تمام. إذا من آداب قضاء الحاجة الجلوس حتى أضمن طهارة بدني وطهارة ثوبي. ندخل من الجهة اليسار، الأدب الثاني الاستعاذة، أعوذ بالله من الخبث والخبائث. الأدب الثالث أن أجلس. الأدب الرابع لا أذكر الله. أنا أزيل النجاسة عن البدن بشو؟ بماء أو ما يحل محل الماء. تمام؟ من هالفضلات هاي ما يعني؟ ونحن بعد نعمل شو نقول؟ إذا من السنة بعد ما نطلع شو نقول؟ الحمد لله. الحمد لله الذي أذهب عني الأذى.